الله يمسيك بالخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم كليات كل اللي بيسمعونا، اللي بيحضر قناتي اسمها قناتي أكلات الشعبية. علوان أكلنا اليوم بيتزا طريقة إيطالية، وتابعوا للفيديو للآخر بتكون شوفوا الطريقة وكيف مكوناتها وكل شيء. تابعوا في الفيديو للآخر وبعدين أنت تقرروا طيبة ومش طيبة ولا كيف. هي برواق يوم خير، أهلا وسهلا جواك يورو، هي حاضر ونا حاضر وكي هيرو علواني فيديو ما بيتزايا طريقة إيطالية إيطاليا و إيطاليا، بس تسميمي بيتزا إيطاليا، خورني بيتزا شيفي بيتزا أساسيخة إيطاليا وطريقة خجي إيطاليا. باي حاضر جايز أم دكرون ودردك بالي خوبي دني چكتي كابي وچكينا كابي وبر خوش دبي، وإن شاء الله وين قناتي مجي اشتراك وين بيتو متابعك نحطو تولي ونصيحة نصيحة يعني خوش دبي، وين جي ورقي تشيكن وين أبوش ماما وساعتو ورقي خوش وبمعربا وكيد بحطو تولي فيديو و اي شو قدن جبار بكم يعني واجي او هادر نرم هادر هو ايش خو خو بنامينه ج مكوناتي عند وادبا وبمعربن حطن كي تولي وان شاء الله نابوش ماما وحرتشت كي عجار اوكي امي بعلمين ماكوني وكي امجي لدولتي خلقنا امجي نوف خلقه دانا وكي ام تشتي خلقه جي دبينان و خلق جي ايما دبيني و ام جي خلقه دبينان تشتي خوش و تشتي رن تم امرو دكا و ان شاء الله وكي دبي مره پشکشي عبده بكي و شباب دمال اوروبا لفي فيدوي سيركن اي لبي تسلمات عمد شغلا چيكن نفس في طريقه و ينابوش ماما و ببين خالتي وانا عجبن لصاب خاص سر ماسنجر جمرا ليخا ببين معنا عجبون دي و اكيد وين كي بعجبين وين كانن وكي وين ليدا شغلا معني يعني او كواجي تشي ببي سر كواجي تشي ببي معني الماني وكي دبي قل كداري جواب علمان مش كفا علمين في مهنة وساعته وين جيو خوش. أنا حضرت كل شيء تبعت البيتزا مكونات تبعتها مثل ما لك شايفين، كاسة ماي وواحد حليب، كاسة صغيرة زيت نباتي، فلفل ملون، زرفة الفانيليا، جبنة أي جبنة الموزاريلا، خميرة، أوريغانو، سكر، ملح، نص كيلو طحين. أنا مشان الصورة عملت الأخير صورة الطحين. هلا بدكم شوفوا شلون نحن حاضرين الحمص أقل من العلبة، لأن اليوم الصبح نحن أكلنا فيه مشان هيك عم بين القليل، بس بكفي شقفتين البيتزا. أنا سخنت حليبات، نحضر الحليب من نتركها 5 دقائق بين نفضيها
تخمر شوي ونفضيها طحين وبعدين نعجنها. الحليب صار تمام، بدنا نفتح الكيس. مقدار نص كيلو انا بعجنه، كفي لقرصتين نص كيلو. وهي اوريجانو، هلا عجينة اللي نحن بنشتريها بالأوروبا جايز بعمل نفس الطريقة، بس أوريجانو مو يعني ضروري، اللي ما عنده معلش، بس بالحمص هي طريقة العجينة الجايز بالمحلات هون بالأوروبا هيك بيعمل. بنحط النص بين العجينة، وبعد ما عم بمدة كمان عم دهن عليهم. هاي شوية مي، كمان خليها مي فاتر شوي، مش بارد ومش سخن. هيك بإيد واحدة يعني سبع، صعب علينا نتعجنها، بس هيك ضروري اجباري يعني نحن بنعمل بايد واحد. هيك كتير كتير طيبة هالعجينة. هلا نضيف سكر وملح مع بعض، هاي زيت، بعد ما جهزناه انا بفرجيكم كمان. جهزنا العجينة صارت جاهز، بدنا نتركها هون شي نص ساعة، كفي نص ساعة بكفي، بتخمر كويس هون، ما بنغطيها بالنايلونة، نغطيها غطا لقلو العلبة، بدنا نتركها شي نص ساعة بعدين بنرجع نسويها. نحن عم نجهز الفليفلة. هيك نط الحلاب،
هن بيقولوا لانجزن لانجزن أربعتين. نحن هيك بالرواق عم نشتغل مشان ما يخرب الديكور، مشان كله بطلع واحد قياس واحد. كمان هيك بنطبقها كأنه ما صار شيء. هيك ثلاث ألوان مثل بعض نحن قطعناها. هيك بكفي. نحن رجعنا حضرت العجينة، صار وقت المناسب، صار وقت مناسب نعمل. ما شاء الله هيك صاير نعمل تنتين، نعمل شقفتين هيك. ايه انت بتحبوا بالزيت مدوة او بالطحينة ما بتفرق. هاي حمص نحن مدهننا فيها مشان نمد مع بعض. ايه طلع كتير كتير طيبة، احسن اللي نحن دايما عم نسويها. كان نحن دايما عم نشتري جايز ونقول والله شو هالعجينة طيبة. هي علمتني انستنا واحد ايطالية جوزة سويسري بالمدرسة. نحن حكينا بهيك المواضيع الاكل وهيك شغلة، بعدين قال نحن معلمكن عجينة البيتزا. انجازنا الغراض كله، وهي الصينية بدنا نحضر الورق بعدين هنفرجيكم اياها شو عم تصير معنا هيك صورة وكل شيء.
انا حضرت الصينيه بهالطريقه. انا بدي اشعل الفرن، انا شعلت الفرن كمان على 150. هذول بيعمل اكتر شيء بس بالجبنة او بالبيت لوحدهم حسب، بس نحن بنعمل بالطريقة مختلفة بالخضروات بالفطر وما فطر وهيك. زينا بالزيتون، هيك جايز. هدول اللي واحد تاني جبني، إذا يعرف فرن عالي لازم مرة مرتين واحد بشوفه شلون صاير، يعني أنا ما بيقدر يعطيها من عندي عيار الفرن.